تعتبر تركيا ملجأً لعدد من قادة الجماعات الإرهابية المقاتلة في ليبيا، ومن أبرزهم عبد الحكيم بالحاج، استضافة يدفع بالحاج ثمنها من أرواح الليبيين. فوفق مصادر موثوقة، يسهل الضيف الليبي في تركيا نقل المقاتلين من إدلب السورية إلى طرابلس عبر شركة الطيران التي يملكها. خلع بالحاج ملابس القتال ليتحول إلى رجل أعمال وسياسي، غير أن التحول هذا ليس كفيلاً بمحو تاريخه الإرهابي. قاتل بالحاج إلى جانب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان، وتزعم الجماعة الليبية المقاتلة المدعومة من الدوحة، كما اعتبر بالحاج شخصية إرهابية على مستوى عالمي، فاعتقل واستجوب من قبل المخابرات المركزية الأمريكية على خلفية هجمات 11 من سبتمبر. وبعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا، تحول بالحاج في فترة وجيزة إلى ملياردير وقائد، وأصبح بين ليلة وضحاها صاحب استثمارات مالية وعقارية ضخمة في تركيا. لكن وثائق سربها موقع ويكاليكس تقول إنه نهب هذه الأموال من مؤسسات الدولة الليبية بعد سيطرة ميليشياته على العاصمة طرابلس، كما نال دعماً سخياً من الدوحة مكنه من تمويل ميليشياته الإرهابية في طرابلس. استفاد بالحاج من الانقسامات والفراغ في البلاد، فترأس حزب الوطن إضافة إلى قيادته المجلس العسكري في طرابلس، كما أسس شركة الأجنحة الليبية للطيران، وأصبح يمتلك طائرات عدة تؤمن يومياً عشرات الرحلات بين طرابلس ودول أخرى. مطلع العام الحالي أصدر مكتب النائب العام الليبي مذكرة اعتقال لعشرات المشتبه في شنهم هجمات مسلحة، من بينهم 6 من قادة الميليشيات أبرزهم عبد الحكيم بالحاج. خطوة ينتظر تنفيذها عبر استرجاع بالحاج من أنقرة، لما من شأنه دفع بعض من البلاء التركي عن ليبيا.